وقرر المحكمة إن الجهاز المركزي للمحاسبات عمل تقارير والجهاز ما كانش مختصم قبل كده، فالمحكمة طلبت اختصام الجهاز المركزي للمحاسبات وإعلان التقرير المفاوضين اللي صدر، فهنختصمه ونعلنه التقرير المفاوضين. يعني ده ما فيهوش أي حاجة سياسية، يعني مش ملوش أي خلفية سياسية. ده لازم كان لازم من البداية إن هو يبقى مختصم في القضية، وأنت عارف إن أنا موجود في القضية أول جلسة النهاردة وهي كانت مرفوعة قبل كده، فهنختصمه ونقدمه. شكرا.